خمس كرم الزيتون امتداد 60 7/3/2012 معنا ناشط ابو معاذ راح يشرح لنا شو وضع هذا البيت وشو اللي صار فيه. احنا هلا اخي موجودين هون بعد خروج العصابات الاسديه من المدرسه اللي شايفها انت ومن المستوصف. هلا نحن هون هذا البيت اللي ضارب بالدبابه قذائف مسماريه ضربت الدبابة قذائف مسماريه. فينا نشوف طبعا هذا البيت اللي كانوا نايمين اهله هون. بامان هذا بيت امن يعني يعتبر بيت امن. فرج اخي القذائف المسماريه اللي ضربت الدبابة هاي قذائف الخارجية. بسم الله قذيفة 2 3 4 على هذا البيت. هاي القذيفة اخي هذا المسمار طلعه المسمار تستعمل عصابات مسلحة؟ طبعا لا، هذا ما بيخرج غير من دبابة. عصابات مسلحة، هذا ما بيخرج إلا من دبابة. هاي المسمار، هاي آثار المسمار، شوف أخي خالد. طيب نحن في ثلاث دبابات، فاتت من هون في قذيفة دخلت من هون. دخلت من هون قذيفة. وشوف وين طلعت. هاي البيوت الآمنة. اللي عم تطرد من الناس من عصابات بشار الاسد. طلعت من هون اخر قذيفه. دخلت هون. هذا كله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. على هوا ما حكونا سكان هذا البيت. جيت القذيفة من الدبابة من على طريق 60. من هون اجت القذيفة من الدبابة. حتى تفرج اخي اثار الدمار تبع الدبابات. عندك هذا البيت مدمر بالكامل. بيت مقابله مدمر بالكامل. المهم عندهم يفرغوا البيوت من السكان ويهجروا الناس. يعني يعيشوها بحالة رعب. مشان ما تفكر انها تطلع مظاهرة ضد الاسد. ما هن عرفانين انهم هن اللي عمال يعطوهم شحنة للناس مشان تطلع. طبعا هالبيوت هاي بعد ما قصفوها تم الاستولاء عليها. طبعا اكيد هذا كان في عليه قناصة. هذاك البيت الفوقاني هنيك كان متنقش قناصة. منقول ربنا يصطفل فيه، ربنا يصطفل فيه هو عصابته. يعطيك العافية.